المصريين بيشتهروا باكلات كتير، لكن طبق الفول هو الاشهر بينهم. يعني فطار في يوم عادي تلاقي، او حتى سحور في رمضان تلاقي، ويوم ما نزهق من اكل ونحب نحرش يبقى طبق الفول اساسي بينا. مش بس كده، كمان المصريين القدماء استخدموه كبديل للبروتين، وهو الاكله الوحيده في مصر اللي بتتعمل بكذا طريقه. انا وناس كتير كان نفسنا ناكل من عربيه فول، فاحنا النهارده معاكم من صفه اللبن، وهنصطبح باحلى طبق فول من ام محمد وبنتنا ريمان. يلا بينا. وقفه الشارع مش بالساهل طبعا، بس الحمد لله الحمد لله قدرت اعدي من اي حاجه وحشه يعني في حياتي. طلعت من اولى اعدادي عشان تقف معايا على عربيه الفول. اهلا بيك يا ام محمد في تلفزيون اليوم السابع. اهلا وسهلا يا حمدان، ملكه الفول هنا في صفه اللبن. اكيد طبعا. احكي لنا بقى حكايتك بقى مع عربيه الفول الحلوه دي. انا شغاله فيها كده بقالي 25 سنه، انا وبناتي طبعا، انا جوزت اتنين وبقيت معايا نريمان هي اللي واقفه معايا حاليا، فالحمد لله على جيب ربنا. طيب ايه اللي خلاكي تنزلي تقفي على عربيه فول في الشارع كست وكده؟ انا جوزي ارزاق على الله، شغال باليوميه، فانا قلت انزل اساعده. طبعا انا ما كنتش لسه جوزت ولا بنتي في يوم، معايا ثلاث بنات والولدين، انا بس الحمد لله يعني جوزت بنتين وفي ولد متجوز، ومعايا دلوقتي نريمان ومعايا محمود لسه ما اتجوزوش. احساسك اول يوم نزلت فيه الشغل من 20 سنه؟ طبعا كنت مكسوفه. كنت مكسوفه، بس بعد كده خلاص خدت عليها يعني الشغل مش عيب. طب ايه بقى هتاخدينا في الكلام كده؟ انا مش هكمل حوار غير لما ادوي الاول. لا هفطرك، هفطركوا طبعا. لازم تفطريني الاول. طبعا هفطركوا طبعا. انا مش سندوتشات ولا طلب؟ لا طلب. ماشي. دي هريسه وكمان وايه وليمون؟ حطيت لك ليمون. ده انت مدلعاني خالص. عشان يديلك طعم كويس. مدلعاني خالص. انا تحت عمرك. انتوا لازم يا جماعه تيجوا تاكلوا هنا بجد، انا لسه ما دقتش، بس لا الاكل شكله بجد مغري. طيب ان شاء الله هندوق بقى ونكمل الحلقه بتاعتنا ان شاء الله يا جماعة. طبعا الفول الجامد ده انت اللي عاملاه مش ماما صح؟ صراحه انا اللي عاملاه. انت اللي عاملاه؟ بتعرفي تعملي الفول كويس؟ قولي لي بقى بتعملي ايه؟ هختبرك بقى، شوف انا سالت ماما هختبرك بقى. الاول بغسل القدره وتمام التمام، بعد كده بحط الفول واحط ميه بسيبه يعني مثلا 3 ساعات او ساعتين كده، بوطي عليه بعد ساعتين او 3 ساعات يغلي، وقوم الصبح مثلا والدتي بقى اللي بتحط الفول المشوش بالعكس، ويطلع احلى طبق فول من احلى ناريوان. ويطلع احلى طبق فول. بحط الفول واحط عليه الزيت والطحينه والملح والكمون والشطه واحط له دقه. مبسوطه من شغلك ده يا نريمان؟ ايوه طبعا. ربنا يوفقك يا حبيبتي. طبعا يا جماعه طبق الفول السخن ده انا لا اطيق الانتظار، مش هستنى تعمل لي صينيه زي الزباين والكلام ده، انا هاخده وانزل. يلا بينا بقى اقول لكم رايي في طبق الفول ده. طبعا يا جماعه انا بقالي سنين نفسي امنيتي ان انا اكل واقف على عربيه فول، والنهارده يعني ام محمد حققت لي ده. انا باكل فول من المطاعم وكده، بس دي اول مره اكل من عربيه فول. بجد احلى طبق فول كلته في حياتي. وطبعا بقى ايه يعني ده شوب البرتقال الفريش ده من عم احمد هنا واقف جنب ام محمد بعربيته بيعمل عصير برتقال فريش، احلى عصير برتقال بجد. الشغل بالنسبه للست ازاي؟ الشغل للست بيحسسها بمقامها غير قعدتها في البيت. طبعا كده. ايوه عايزينك من منصفين المراه كده. لا الشغل للست والله فعلا مش كلمه وحياه ربنا، مش عشان نصادق كمان، فعلا بيحسسها بمقامها، بيحسسها ان هي موجوده في الحياه، انها بتعمل حاجه مش تقعد في البيت زيها زي اي حاجه في البيت، لا هي كده بتنزل الشغل ليها احسن. وقفتك في الشارع في العربيه هنا طول اليوم في الحر وكده ما اثرتش بقى عليكي كدورك كأم وكربة أسرة في البيت أداء مهامك وكده؟ لا أنا اللي بروح بقدر عليه بعمله، وبخلي بقى يوم الجمعة ده للحاجات المهمة يعني غسيل مسحة تنظيف شقة، أما بروح بعمل أكل اللي بقدر عليه أنا ونريمان بنعمله. احكي لنا بقى يومك هنا عامل إزاي بقى من أول ما بتصحي كده، تصحي الساعة كام وتيجي هنا الساعة كام؟ أنا بصحى الساعة 4 4 ونص، أقوم أجهز حاجتي وأظبط دنيتي عندي في البيت وأصلي وأنزل.
بتقفي هنا بقى كام ساعة؟ و ده على حسب الرزق بقى، حسب الرزق. طيب قولي لنا بقى ايه الفول الحلو ده بتعمليه ازاي؟ مش اي حد يظبط الفول. لا انا عامه بجيب فول بلدي، ما بجيبلوش اللي هو مستورد. اشمعنى الفول البلدي؟ بيبقى ليه طعم عن المستورد، عن الانجليزي، عن المستورد. انا جربت ده وده بس لقيت الفول البلدي بتبقى ليها طعم احلى من الثانيه. بتحط لي ايه عشان يطلع كده؟ بحط عدس وفول مدشوش. عدس وفول مدشوش، بحس ان هو يلف معايا. طيب ما فيش توابل معينه حاجه كده بتديله التست ده؟ لا لا لا، توابل لا، انا بستعمل التوابل بره اللي هو الكمون، الشطه، الملح، الدقه. الناس هنا بتتعامل معاكي ازاي كست واقفه هنا و... لا عادي عادي عادي. انا قابلت حاجات وحشه كتير في حياتي بس الحمد لله. طيب احكي لنا بقى عن نريمان. نريمان، نريمان اخر العنقود. طبعا اخر العنقود، وهي اللي معاكي سندك وواقفه هنا معاكي. نريمان طلعت من اولى اعدادي عشان تقف معايا، قالت لي يا ماما اخواتي هيتجوزوا وانا اللي اقف معاكي. طبعا هي نفعاني في البيت، نفعاني في البيت ونفعاني هنا في الشغل. صراحه نريمان هي شايلاني بيت وشغل. طب وانت ما اعترضتيش في الاول ان هي؟ لا اعترضت طبعا وقلت لها، قلت لها كملي تعليمك، قالت لي لا خلاص على كده. بس بعد كده ندمت، بعد ما كده ندمت بعديها بسنتين كده ندمت، قلت لها طبعا اذاكر لك منزلي واديك دروس وكل حاجه، قالت لي لا خلاص على كده. كفايه انها بتيجي الصبح بتحاول تشيل انابيب على دماغها، بتشيل كل حاجه زي ما انت شايفاها كده حواليها، ترش المايه، بتكنس المكان، تنظف المكان، كل حاجه بتعملها معايا وانا بجيب التريسيكل من الجراج. اسم نريمان ده بقى اخترتيه ولا ازاي؟ احكي لنا قصته. باباها اللي اختاره لي، انا كنت بولد، ولدت في المستشفى، فبعدين لما نزلنا بتاع فبقول لها هتسميها ايه؟ قال لي هسميها نريمان. فبقول له اشمعنى ده؟ قال لي انا هسميها نريمان، اسم كويس. ودلعت تقول لها ايه بقى؟ يا نيري. نيري؟ اه. حلو الاسم جدا. نريمان بقى ما شاء الله زي القمر، اكيد يعني العرسان عليها كتير قوي. جالها كتير. طب وايه الدنيا؟ لا ما انا اجوزها واحد يستاهلها. شايفه ايه المواصفات الصح لاختيار زوج سواء لبنتك او نصيحه للبنات عامه؟ اي بنت ما تستعجلش، اول حاجه ما تستعجلش. ما تقولش ان انا اخطب عشان تفرح وخلاص، لا ما تستعجلش. لازم تنقي الانسان اللي هو يقدر يعيشك كويس. مش الماده، لا اللي هو يريحها نفسيتها. ما يتابعهاش بعد الجواز. طب بما ان بقى ام محمد بقت جده وحما وكده، حما صعبه بقى ولا ايه الدنيا؟ لا لا، دي بنتي ودول ولادي، ام لجواز بناتي وام لمرات ابني. يعني انا عندي جواز بناتي غاليين عليا، غاليين عليا جدا الاثنين، ومحدش فيهم بيقول لي الا يا ماما كان ده ولا ده. ومرات ابني برضه الطريق بعملها زيها زي بناتي. طيب وما احفادك بقى عامله ازاي؟ لا دي حاجه تانيه خالص. حاجه تانيه، هم عمري. انا اكبر حفيده عندي ثالثه اعدادي، مازن ما شاء الله ثالثه اعدادي، ما شاء الله ربنا. ده اكبر حفيده عندي. اصغر حفيده بقى خالص. اصغر حفيده سنتين ونص نانا، دي دنيتي كلها بقى ما شاء الله، مع اني شكلك صغير خالص يعني. دنيتي كلها نانا، دي دنيتي كلها. ربنا يبارك فيهم ويخليك اليوم يا رب. وقفه الشارع علمتك ايه؟ وقفه الشارع علمتني كتير. عرفت ان انا اتعامل مع الوحش اتعامل معاه ازاي، والكويس اتعامل معاه ازاي. بس والحمد لله واقفه وقفه رجاله انا وبنتي. ايه اصعب موقف مريتي بيه؟ اصعب موقف حصل لي ده تالت موقف يحصل لي. يجي علي واحد يقول لي فك ال 200 جنيه ديت، اديله مثلا 200 او 250 و100، يجي يقول لي انت مدياني 100 بس، وينصب عليا ب 100. دي تالت مره تحصل لي، هي دي اصعب حاجه هنا. نفسك في ايه وبتتمني ايه؟ يتعمل لي معاش، عايزه معاش. ان انا حاولت اعمله قبل كده، رحت للتامينات قالوا لي ما ينفع، ما فيش معاشات، جوزك طالما مش متوفي ما ينفعلكيش معاش. طب ما انا جوزي ارزاقي على الله، وانا بقى انا سني بيكبر مش بصغر، وانا رجلي بقت تعبانه، ونريمان مصيرها تتجوز، فانا عايزه حاجه تسند عليها. نفسك في ايه تاني؟ نفسي بقى نريمان بقى في جهاز ليها كده، نفسي في حجه بقى وعمره بعد نريمان ان شاء الله. بعد ما سطر نريمان نفسي في حجه وعمره، دي اللي نفسي فيها اختم بيها حياتي. نورتينا والله يا ام محمد في التلفزيون يوم السابع. ده انت اللي نورتيني. طبعا زي ما احنا شفنا يا جماعه ام محمد عندها 48 سنه ونعمل ام، ربت ولادها وكافحت عليهم بقى لها 20 سنه على عربيه الفول تيم،
ومش بس كده بنتها كمان يعني طلعة خليفة لوالدتها، عندها بر بأهلها، ما رضيتش ان هي تسيب والدتها تقف لوحدها وهي في السن دوت وكده، نزلت وتعبت وبتكافح مع والدتها عشان اسرتها. مستنونا في حلقه جديده ان شاء الله، ونشوف بقى المره الجايه هاكلكم فين بقى، على انهي عربيه في انهي منطقه. ولو انتوا عندكم اقتراحات نفسكم الحلقه تصور فيها رد علينا في الكومنتات. اشوفكم على خير.